ميناء الشعيبة، ويمكن قضية ميناء الشعيبة مشكلة صار لها فترة تثار، وشوف الخيبة اللي احنا فيها، نتكلم عن التنمية وأكثر من 54 سفينة. يا ليت يعطيني الصورة، الصورة هذه حصرية أعزائي المشاهدين، أراويكم بالرادار 54 سفينة تنطر دخول. مو الصورة هذه يا مخرج، مو هذه الصورة، عطني الصورة البحرية، صورة الصورة البحرية اللي فيها مواقع السفن، هذا أعزائي المشاهدين 54 سفينة تنتظر دخول ميناء الشعيبة، وصار لها أكثر من 45 يوم تنتظر. وتخيلوا السفينة تبدش ميناء الشعيبة بالكويت تنتظر 45 يوم، ومضطرين يزودونها بالأكل والماي، 45 يوم تنتظر ميناء الشعيبة. يا أستاذ عيسى الكندري، يا أنت المسؤول عن المواني، يا المسؤولين يا الحكومة عن موضوع التنمية، 54 سفينة تنتظر دخول ميناء، شو هالفوضى اللي احنا فيها؟ من المسؤول؟ من يتحمل المسؤولية؟ وين الكويت بتصير تنمية؟ وين اللي بنبني الكويت؟ وين وين؟ أتفاجأ بالوزير المواصلات والبلدية إن هذا الوزير إجابته أمام النواب ضعيفة. هذا يخليني يدفعنا سؤال، شلون نبي؟ شلون عيل عندنا مشاريع تنموية بالمليارات وسفن تنتظر؟ سوت الحكومة؟ ولا شيء، ولا شيء، خلها تنتظر. هذه مصيبة، تنمية بلد، وين تطوير المواني؟ متى نخلص من ميناء مبارك؟ متى نوسع المواني؟ ليش مستوى المواني بالكويت من حدر ومن يتحمل المسؤولية؟ وين كانت الميزانيات اللي كانت تصرف على المواني؟ ليش ما وسعنا الأرصفة؟ ليش ما بنينا أرصفة؟ ليش ما فكرنا في المستقبل؟ لمتى هالخيبة اللي احنا فيها؟ شوفوا بالرادار يبين لكم هذه الصورة، عدد السفن اللي الآن تنتظر دخول ميناء شعيبة، وهناك سفينة اسمنت تحت الرصيفين. والله عيب، هذا يبين على أن في بعض الأحيان لا نملك فكر التخطيط، وأن الحكومة وزرائها مشتتين وكل واحد يشتغل بروحه. وين مجلس الوزراء واجتماعهم والتنسيق فيما بينهم لبناء وطن؟ نقول تنمية والمواني مو قادر تدش سفينة 45 يوم. والله أنا ومنهم، أنا أنزل في البحرين وأدز البضاعة بشاحنة أفضل. أعطوني التقرير. الموانئ الأخ الرئيس اقضب، هذا اليوم القبس، 54 سفينة تنتظر 45 يوما في الشعيبة، خسائر مليونية لأصحاب البضائع وتأخير إنجاز مشاريع تنموية، توقع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية لتعويض الخسائر. حكومة مو قادرة تخلي المينا يمشي، تقدر تمشي الحكومة؟ تقدر تمشي الدولة الأخ الرئيس؟ حكومة عاجزة على أن تحل مشكلة موانئ مراكب واقفة بالبحر، مو قادرة تحل هالمشكلة. تبين نقول لها والله تعالى يحل لنا مشاكل الدولة وحل لنا المشاريع المتأخرة وما شابه؟ أرجو من الأخ وزير المواصلات الآن خلي يقوم الآن ويقول للمجلس شنو راح يسوي لحل هذه الكارثة. خلي يقوم الحين يشرح لنا ايش راح يسوي. فعلا أنا تفاجأت يعني بما حصل من تكدس بعض البواخر في الميناء، وباتصال مع الأخ عدنان الصايغ نائب المدير العام لشؤون شعيبة، فأفاد لي بأن هناك وصول عدد كبير من البواخر بشكل مفاجئ للكويت خلال الفترة السابقة،
والآن هم بصدد دراسة الوضع ووضع الحلول، وهناك تنسيق مع وزارة الداخلية يقول لي ومع وزارة الشؤون والجمارك لوضع حلول لهذه المشكلة. المشكلة في الموانئ الأخ رئيس، الآن إحنا لازم نستفيد من الدول الأخرى، نستفيد من دبي. الآن من دبي من أكبر الموانئ في الخليج، وشوفوا عدد البواخر في ميناء دبي. إحنا ليش ما نستفيد؟ ونفس الشركة الآن اللي تدير ميناء دبي نتعاقد معها. يا جماعة كفانا خلاص تجار، واخروا شوي غرفة تجارة، واخروا أعطونا مجال. الآن بالنسبة لمينا، وزير المواصلات وين راح؟ نرجو من الأخ وزير المواصلات أنه يتعاقد مع نفس الشركة اللي تدير ميناء دبي. أنت وزير المواصلات قاعد ندورك في اليوم. فعلا احنا في اجتماعنا الاخير ابو حماد لمجلس اداره المواني ناقشنا الاستعانه بمؤسسات بمواني عالميه لكي تدير مؤسسه المواني، وقد وافق مجلس الاداره من حيث المبدا على دراسه كيفيه وسبل الاستعانه بتلك الشركات العالمية لكي تدير المواني، ونحن بصدد العمل وإنجاز هذا المشروع إن شاء الله. شكراً. أنا بمشي، ما نكمل الحلقة. لا ما بكمل، أنا بيرتفع ضغطي. بصدد وسوف ولعل في وجود كارثة ونفكر نجيب شركات من برا تدير المواني وتفاجأنا. ايش تسوي مؤسسة المواني؟ ليش معينين مهندسين وكباتن ومرشدين وكرينات؟ لا يبصكوه ما نروح حق البحرين، اخواننا في البحرين، ونقولهم زاكم الله خير، اخذوا بضاعتنا نزلوها عندكم واحنا ننقلها بشاحنة 4 ساعات داشة الكويت، واحسن لهم. لهالدرجة وصلنا، لهالخيبة وصلنا، مو عارفين ندير مواني وحلول ترقيعية ونقول نبي تنمية. في أمور جميلة بالبلد بس الشق عود. مواني لا من مطار الكويت الدولي ولا من المواني، والحكومة الله يطول بعمرهم ويخليهم لنا، لأنه لسوف بصدد تشكيل لجنة، سوف ندرس، سوف نرى، سوف نوضح. روحوا الموقع. أنا والله الجماعة يزعلون مني بمجلس الوزراء، أنا أتمنى أني أروح مجلس الوزراء ما بيشي بس أشوفهم شي يتناقشون فيه. مثل الحين هذه الكارثة المواني، ايش راح تسوي الحكومة؟ ايش راح تسوي وزير الموصل؟ ولا شيء. خلي السفن تنطر، وخلي المشاريع تتأخر، وخلي الأسعار ترتفع. سمعوا كلامي، مثل القضية الإسكانية، الظاهر احنا فشلنا لأسباب ما قدسنا العمل. اليابان متفوقين لأنهم يقدسون التعليم والعمل. ألمانيا نجحوا لأنهم يقدسون العلم ويقدسون العمل. تلقى شعب عامل مو قاعدين على التويتر يسب هذا ويسب هذا، مش قاعدين في التواصل الاجتماعي خلق أزمات ومشاكل. الكل يعمل، الكل له قدسية في العمل، يقدسون العمل ويقدسون التعليم. اللي الطالب في اليابان يقبل يد
ورجل مدرسة، أعلى راتب المعلم في اليابان وفي ألمانيا. لذلك نشوف معظم، مو بس من الكويت، معظم الدول العربية والمتخلفة، الإنتاجية زيرو، العمل زيرو، كل شيء زيرو، وش يقعد. اليوم استغربت